كلها فعلا السياسي من العام 56 ميقات إعلان الاستقلال وحتى يومنا الحاضر، هل استطعنا أن نحول كل هذه التجربة إلى وعي، أم أنه صدقت فينا عبارة الدكتور عبد الله علي إبراهيم عشنا التجربة وغاب المعنى، ووقفنا عند قضية من القضايا التي وقفت طويلا في تاريخنا السياسي، كانت قضية الجنوب. كنا نريد أن نرى هذه القضية الآن بعين الخلاصات حتى لا تتكرر هذه التجربة على جغرافيتنا السياسية، حتى لا نفقد أي جزء من الجغرافيا السياسية للسودان. كنا قبل الفاصل شيخ أحمد نجيب في قصة كيف وافقت الحركة الإسلامية على قضية بخطورة قضية تقرير المصير، كيف قدم السيد علي الحاج هذا الكرت المهم في فرانكفورت في 92، كيف قدم الكرت دون أن يكون هذا نتاج حوار حقيقي داخل مؤسسات الحركة الإسلامية؟ ولا الحركة السعدية ذاتها كانت محلولة، ولا كان حاصل شنو سعدي؟ والله أنا كما ذكرت لك والتاريخ وأشهد على ذلك بأنه ووفقا لما أعلمه بأن الدكتور الحاج بادر في ذلك الوقت في إطار هم الحركة الإسلامية بإيجاد مخرج موضوع الجنوب دون غيره من القوى السياسية الذات في وقت ذاك، وبدليل أنه لو قريته في الأدبيات بتاعت الأحزاب السياسية كلها تقول الحركة الإسلامية الوحيدة هي أصدرت كتيب اسمه ميثاق السودان، سودان كارتر، كان كله عن قضية الجنوب، وكان بيركز على الحكم الفيدرالي وخصوصية الجنوب بالذات وكده. فعشان كده ما كان غريب جدا بأنه علي الحاج، وأنا متأكد بيكون بتشاور مع رئيس الحركة. متأكد ولا تعلم؟ لا ما أعلم. ما سألت أصلا؟ لا ما أعلم. ما سألت؟ لا أبدا. أنا حتى على حاجة لما قدم تقرير في البرلمان زي ما ذكرت لك ما حاولت أحرجه عشان ما يضطر يخرج من أمانة لكن لا يمكن يفعل ذلك والحق وكذا، قلت أنا أحسن أسأله بعد. ففعلا خليت البرلمان وما تكلم مين يعني أدى الصلاحية لأنه يقدم هذا الكرت، وهذه جرأة كبيرة في الوقت ده. ما استغربه من دكتور ترابي أبدا، لأن دكتور ترابي كان عنده رؤية متقدمة جدا ووعي وعنده واقعية جدا بأن في قضية ينبغي أن تحل. يعني أنت هل سمعت من الدكتور الترابي أو في حواراتك أنه كان يؤمن بأنه الجنوب ده يمشي في خيار تقرير المصير؟ يمكن شنو؟ يمشي في خيار تقرير المصير؟ أبدا، أنا كنت مصور أنه كان دكتور ترابي كان عنده قناعة شديدة جدا بأن الحكم الإقليمي ممكن فعلا يكون هو الحل لقضية الجنوب والقضايا الأخرى، وقدم ليترشر كثير جدا، يعني ضخ معلومات كثيره جدا بعد مؤتمر الميد المستدير عن الحكم الاقليمي. طيب على هذا حصل شنو؟ عشان كده كونه مشى للحد لانه هو رجل بيتميز جدا بانه هو براجماتيك عملي واقعي، وبيفتكر انه الناس ما حيجوا يقيفوا اذا كان كل ما عمله الشعب السوداني وكل ما بذلوا من جهد وتضحيات وكده لا يمكن يستمر الوضع الحالي بطريقه دي. دماء تسهر وممتلكات تدمر وتخرب ومين وكده وحرب تستمر في كده، لان الناس يكونوا عاقلين، ناس ما اقوى من روسيا ولا اقوى من الهند ولا اقوى من باكستان ولا اقوى عدد كبير من الدول اضطرت اخيرا يعني عشان تصل للقرار ده. فمجرد ما الحركه القوميه الحركه القوى الوطنيه الاخرى دخلت في الموضوع وبدات تزاود في موضوع تقرير المصير اصبح طبعا ما في اي احتمال اخر غير الناس حصل اجماع في قضيه بتاعت انه كلهم بيفتكروا اخواننا لازم نكون عاقلين وواقعيين ونعرض على اخواننا دي موضوع الجنوب من اجل ايقاف الدم. طيب معلش السلام وتم. وبعدين كنا نحن في النقاش عشان ندافع عن قضيه الجنوب دي والتقرير المصير ليه وكده كنا بنسال غيرنا يعني اللي عندهم ما راضين أنا ليه السودان ينفصل وليه اديته حق التقرير المصير، ورونا البديل نستمر في الحرب. وطبعا كانوا عايزين جدا عايزين جدا. انا ما سمعت لي اي اطروحه فيها بديل مقبول. طيب معلش انا ما عندي مشكله في يعني ما يعني سؤالي او اصراري نابع من انه كنت داري اعرف الى اي مدى خضع مثل هذا الراي يعني للشوريه انه تم التشاور عليه. ما تم التشاور عليه زي ما انت ذكرته، هل كان هناك اي احتجاج داخل
اي اي احتجاج؟ احتجاج يعني داخلي فيه. يعني هل قدمتوا احتجاجات؟ هل في ناس انا ما افتكر في احتجاج وصل للمرحله بتاعت انه يناقش ويعرض موضوعيا في المؤسسات، لكن في احتجاجات كثيره جدا من افراد مؤثرين. كنت منهم؟ شايف انا ما كنت منهم. انت صراحه لانه اخيرا بقيت يعني كده اقرب لل ايوه كان احتبئه. لا انت كنت اقرب لانه ده الحل المناسب للجنوب يعني شعرت بانه ده الحل اللي اضطررنا بانه ما في خيار غيره. طيب يعني قلت لك الان الساحه السياسيه فيها جدل كبير جدا، من المسؤول عن انفصال الجنوب؟ كيف قاعد تعاين للجدل الان؟ يعني انتم مسؤولين، انتم عملتوا الحكايه، احنا اللي عملنا الحكايه. انا ما اتصور، بتصور انه يعني كل ما جاء الوعي ارتغى وكذا شويه. انا بفتكر لغايه الان في الدوائر بتتكلم عن الموضوع ده، دوائر ما عايشه الا في النظريات يعني، وما يعني ايدينا ما في النار زي ما يقولوا. يعني احنا بفتكر الناس اللي شغالين في القوات المسلحه والقوات النظاميه والناس اللي عاشوا التجربه بتاعت الجنوب دي دفعوا ثمن غالي جدا، والسودان ذاته دفع ثمن غالي جدا في 50 سنه، ولو لا قصه الجنوب دي كان السودان مش بعيد، تطور كثير جدا وكده. وانا بفتكر انه لو كان الان ما نحن وصلنا للحل مع اخوان الجنوبيين، وحتى ايقاف النار نسبيا، نقول نسبيا يعني ما في سلام كامل وكده، ما كان الانجازات تمت دي ما كانت تمت. لكن انت دائما بدينا من 56، نحن بدنا نقول انه ازمه الجنوب دي هي ما ازمه بدات قبل 56 قبل الاستقلال. عجز السياسي الوطني انه يتعامل مع هذه القضيه، ولذلك انتهت بين لقضيه الانفصال. يعني ظل يراوغ، يتكتك، يقرب، يبعد، يقول لهم بديكم فدراليه، بعد شويه ينط من الفدراليه حكم اقليمي، بعد شويه ينط من الحكم الاقليمي، لحد ما وصلت القضيه في طوره الى هذه النتيجه الصعبه. يعني الان هنالك من يتحدث عن جنوب جديد، يعني الان يعاد تسويق قضيه الجنوب الجديد. انا دار اقول لك الكلام ده، انا في ذهني انه انا اخشى من التكرار والتعاقب، وده شيء موجود في الساحه السياسيه السودانيه. يعني في حاجات كده زي بتشبه بعضها تتكرر. الان في كلام عن انه يراد لجنوب كردفان، يراد للنيل الازرق انها تصبح جنوب جديد. كيف قاعد تعاين الحكايه؟ شوف انا طبعا مستبعد، انا مفتكر انه في سيناريوهات كثيره جدا الان تسعى لتقسيم السودان وتفتيت السودان، هذا وارد، لكن في دايناميك واراده توفرت ما كان متوفرة بتاتا في المراحل السابقة. هذه تؤثر في الداينامكس تأثير كبير جدا، وهذه المخططات قطعا لا تجد طريقة بسهولة للتنفيذ. وأنا مطمئن بأن لا الغرب ولا الشرق وكذا ولا النيل الأزرق اللي هون يعني مرشحات بأن يكون السيناريو بتاع التعدد وكذا ما وارد، لأنه الجهد اللي اتعمل من السياسه الانجليزيه موارد كيف في حرب؟ لا حرب ما عندها خلفيه تؤهله بانها يتصل الانفصال. انت لو تابعت الانجليز عملوا ايش في تاريخ السودان، خاصه بالنسبه للجنوبيين، خاصه بالنسبه للتعليم، التعليم انه عارف على انه غير انه قفلوا الجنوب، سلموا التعليم للمبشرين، ظلت كل الناس بعد ما يتم الثانوي بيمشوا يا فاتيكان يا السويد كنايس، مدارس تجريبيه وجامعات غربيه. انتهت بعقليه مختلفه جدا وذهنيه مختلفه جدا، فيها كراهيه للعرب وللمسلمين ورفض لاي شيء وارد من الشمال. لكن يعني ما موجود لا في الغرب لا في الشرق ولا في الغرب. 56 يا شيخ احمد طلعوا 56، من 56 لحد 2011 انت تحارب تسالم تحارب تسالم، يعني الحاله بتاعت عدم عجز السياسي الوطني عن انه يجد حل قضيه زي قضيه الجنوب ادت بينا في النهايه للانفصال. الخوف انه برضه لما انت بتتكلم عن تباين في البلد وتنوع في البلد وما تحسن التعاون مع التركيبه دي تؤدي بك الى ذات النتيجه. يعني انا بفتكر لحد كبير يعني العنصر المحلي في تصعيد قضيه الجنوب وتدهوره الى الانفصال نسبة بسيطة بالنسبة للتدخل الأجنبي الكبير جدا، والانفستمنت الاستثمار في إيجاد ذهنية مختلفة منا جدا لفترات سنوات طويلة عقود طويلة، ده ما متوفر لا في الشرق لا في الغرب. لكن السياسة الوطني لا في الغرب الجنوبي ما في واحد عمل حاجة، ما في واحد غريب
مشبع بكراهية العرب والمسلمين وكده، ولا في الشرق وكده ما حدث يعني. والخواجات لحد كبير جدا شعروا في غيبة تمام للبعد العربي والأفريقي بالذات مصر يعني. شلوا مصر كبير جدا عن مباشرة حتى مسؤولية الداخلية في بلد ناهيك من اهتمامي بالسودان، فغاب البعد العربي نهائي واصبح الصراع غير متكافي في لا في الحرب ولا في السلام. عشان كده حتى الناس ماخذين على النفاشة دي بتقولوا انه يعني نفاشة بانه كان ممكن تطلع بشروط افضل مما تم، لان الناس اللي قبلوا انه السودان ينفصل بتقولوا انه حقه يكون فيه، وده ما بتاتى لاي شخص قوي جدا انت بتجي تصالح معاه كده وراه اوروبا كلها وامريكا كلها والمنظمات الامم المتحده كلها وكده، وبيواجه الاراده السودانيه اللي هي معزوله من بعدها العربي والمتحرره يعني. يعني عشان كده ما توصلنا اليه هو الافضل في الساعه دي. طيب في نفاشه دي بالذات كان بيتقال انه والله التم في نفاشه ده هو انه السياسي السوداني دفع السياسي المفاوض يعني هي. دفع بشيك واحد اخطاء بدت من 56 لحد 2005 دفع اخطاء العمل السياسي كلها مره واحده في الاتفاق. هذا فيه ظلم شديد شايف؟ يعني ظلم اي مفاوض بيعرف نفسه الشخص اللي عنده الايد العليا كان الغرب، فنحن ما كنا بنفاوض الجنوب، كنا حقيقي نفاوض مستشارين كلهم غربيين وكده، هون العقليه اللي ورا القصه بتاعت قرن دي كلها. لكن مع الخوف يا شيخ احمد برضه انه يتقال انه الخوف بتبسط قضيه او بتبسط ازمه، انت قلت لي قبالك انه من 56 احنا بقينا نسال نفسنا احنا عرب ولا افارقه؟ من 56 السياسي الوطني قال للجماعه دي لما جو قالوا نحن عندنا قضيه قال لهم انا حديكم الفدراليه وما اداهم الفدراليه ورفضها، كان بيعتبرها جزء من الخيانه انك تمشي في الاتجاه ده. يعني المساله دي تشيله كلها تخليها بس في الغرب يعني السياسي تخليها وين؟ انا ما قلت كده، انا من اول حاجه يعني ما برأت الجانب الاراده الوطنيه من اخفاقات ودي ساهمت كبير جدا فيما وصلنا اليه من انفصال حقيقه يعني. ثانيا انه صحيح النفاشه ما بفتكر انه هي كلها مرضيه قطعا يعني، فيها شروط غير مرضيه لانه الصراع غير متكافي والتفاوض ذاته غير متكافي يعني، ما ممكن اصلا تتصور انه حتخرج به يعني. ده افضل ما طلعنا به من صراع غير متكافي وتفاوض غير متكافي. الان في من يتحدث عن انه حتى المناطق الجديده دي، انا بقول لك انا بعاني الخلاصات انه برضه الغرب بيدعم فيها وانه الغرب ماشي فيها. انا خايف يقعدوا يوم مع الناس ويقولوا تكلموا في برنامج ثاني ولا يقولوا والله لانه برضه كان الصراع غير متكافي كذا يعني. دايرين ننبه السياسي الوطني انه شنو المطلوب تعمله تجاه اطرافك السياسيه الاطراف الموجوده في الجغرافيا السياسيه عشان ما يتكرر سيناريو الجنوب، شنو الخلاصه العبره اللي انت مرتبها والمطلوب ان نتعامل بها؟ لانه في ناس قالوا والله ما في العبره هي واضحه جدا كلنا بنقول العبره واضحه جدا في انه انت لازم بقدر الامكان تقدر حجم الطرف الثاني وفي نفس الوقت لازم ظهرك ما يكون مكشوف، بمعنى انه انت تمتن الجبهه الداخليه تحاول بهذه القضيه لا تهم حزب للانغاز ولا أمة ولا الختمية، هذه قضية مفروض مشتركة. فينبغي أن تحدي بالنسبة لك بأنه ما تدخل إلا بتفاهم طيب والتوافق مع قوة سياسية شغالة في الساحة. طيب من 56 يمكن الضحفة تاع النفاشة يعني. من 56 أما جاء حكم الرئيس جعفر نميري القوة السياسية ناهضت حكم الرئيس جعفر نميري والتجأت إلى الخارج. أيوه يعني انا دار اتكلم برضه في الخلاصات. ايوه خلاصات من عالي تاريخ السودان ده زي ما قلت لك من 56 لحد الليله. ايوه انا جيت وجدتها سنه 76 تمت الاستعانه بليبيا وبالسلاح وبالخارج لضرب الحكم الوطني اللي كان بيمثله في الوقت ذاك الرئيس جعفر نميري، وانت كنت واحد من الناس اللي اشتغلوا في الخارج ونشطوا في الخارج وساهموا في الخارج لانجاح هذا السيناريو، سيناريو ما عرف بحركة 2 يوليو 76 وكانت استعانت يعني تجيش وضرب الحكم الوطني بسلاح من الخارج. جاء
جات القوة السياسية في أسمرة في 95، نفس القوة السياسية اللي اشتغلت في 76 جات في أسمرة 95، بس انتوا كنتوا انتوا الان في الحكم يعني الاسلاميين في الحكم. جات برضو استعانت ببندقية الخارج وبندقية يعني قرن، قرن ذات جزء من اللعبة يعني بتاعت القوة السياسية الشمالية فيما بينها، استعانت به في ضرب الحكم الوطني اللي بيمثله الرئيس عمر البشير في اللحظة ديك. الآن ما يسمى بالفجر الجديد اللي هو كان في كمبالا، برضو نفس القوة السياسية بتجتمع وتصل برضو لخلاصة استخدام السلاح، استخدام السلاح من أجل العمل السياسي والاستعانة بالأجنبي في العمل السياسي. بل تفتكر لما نيجي نعالج تاريخنا السياسي إنه إحنا ما برضو ما مرقنا بخلاصات، ما مرقنا بتجارب من 76 لحد 95 لحد 2012 من يسمى الفجر الجديد، أبدلينا بنقد التجربة السياسية الخطة أنت. شوف أنا قبل كده ذكرت يعني في إحدى الفضائيات وكده بأنه أنا شخصيا لو استقبلت من أمري ما استدبرت وكده ما كنت شاركت في تخطيط وتنفيذ عملية 76، لأنه كنت أفتكر أن في حاجتين مهمة جدا المفروض أنه إذا السودان ربنا رد له أن يستغير، أن نبعد السلاح والعنف من العمل السياسي والاستعانة بالأجنبي. اثنين أنه نحن كنا نفتكر الأجنبي، كنا نفتكر العرب ما أجانب، فاستعنا بالدول في الخليج من دون ذكر المسميات وبليبيا وبنظام يعني غير مسؤول في ليبيا. بل أنا كنت يعني صاحب الكلمة اللي قلت لهم لو راح الغزافي ده وعزامين أصلا مين اللي حيقعد مدى الحياة، لأنه جماعة ما عاقلين ديل دي فرصتنا معهم. المهم أنه في الوقت ده كان أفقنا داير في الإطار العربي الأفريقي، و كما ندينت يعني ذلك العمل مهما كان حق العبر والدروس تكون مستغى منه، فلا عنف في العمل السياسي، ارتباط بحب لهذا الوطن ورهان على مستقبله وهو وطن عزيز وغالي وواعد، واثنين عدم الاستعانة بالأجنبي. بكل أسف كررت التجربة في غزو من الغرب ومن نفس المصدر بتاع الدعم الجاي من ليبيا على وجه الخصوص. والفرق بيننا وبين الغزو الأول والغزو الثاني كلانا مشتركين في خليل إبراهيم موضوع العنف واستعمال القوة والسلاح واتصال بالغير بالخارج، إلا أن الطابع العنصري والجهوي كان غالب على الحركة بتاعتنا الخليل وكده، ولم يغب وعينا القومي وأنه نحن منطلق من السودان ومحبتنا للسودان ومصلحة السودان. الفرق كبير بين الاثنين. أنا بفتكر أن الانحراف الحدث لغاية الآن يا ريت كان تكون في حركات قومية. كل أسف الآن الولاء للوطن أصبح يعلو على الولاء للإقليم بكل أسف. والصراع بقت طابع واضح جدا، القاعدة فيه بقت استعانة بالأجنبي، ويا ريت الأجنبي هو في حدود الإقليم. الأجنبي تبقى يعني مدول دولي السودان الآن بكل أسف. طيب معلش الوطن الآن القوة المعارضة له يا ريتهم كان الأحزاب السياسية ولا الطلاب ولا العمال وكذا، أنه جهل مسلح مخترق ومتخلف جدا، بمعنى أنه الولاء أصبح منغوص جدا وأصبح ولاء منكفي على الإقليم. طيب يعني الناس بيقولوا بس الجديد، الجديد في العبرة دي أنه أنتم بقيتوا في الحكم وهم ما زالوا في المعارضة. مالو؟ هم بس انهم في المعارضة والإسلاميين في الحكم يعني. أيوه. يعني ده سبب الوعي الجديد يعني، وإلا يعني لو كانوا الإسلاميين خارج الحكم
كان ممكن يكونوا في أسمر في 95، يعني للمعارضين بيقولوا كده الكلام عن الخلاصات، خاصة وإنه يعني خاصة وإنه حتى حركة الخليل محسوبة يعني. والله نستبعد، شوف لأنه نحن بكل أسف كده اشتغلنا فترة طويلة كان مفروض تكون رصيد للبلد ده، في أنه كنا في غواصب مشتركة كبيرة بيننا بينهم وطنية ودينية وكده، لكن نحن بناخد عليهم بأنه التزامهم ضعيف جدا بما يقال أو بما القوى الوطنية أخرى، يعني اليسار ده نحن عندنا قضية نظرتنا اللي واضحة وآمنين مع نفسهم، أطلقوا من زمان اليسار مصطنعة من الغربيين وكده حاولوا يزرعوها هنا، وكل أدبيات بتغير ما أقوله كده، أنه اللي صار كله تقريبا يعني حاجة مستوردة من السودان، أما القوى الوطنية دي هو حقيقية جدا لازم نحترمها وكده، وعندها دور كبير جدا في تاريخ السودان، وتعاوننا معاه ونظرنا معاه وكده، واشتغلنا معاه في الحكم واشتغلنا معاه في المعارضة ونعرف بعض كويس جدا. وأنا أفتكر لغاية الآن أنا في تصوري هي الرصيد لمخرج لإخراج السودان من المأزق اللي بيتعرض لي يعني. طيب أنت بتعاني تقريبا 76 بأنها كانت خطيئة. كانت خطر. خطيئة كانت يعني حاجة. كانت عمل خطأ. كان خطأ. هو مغامرة ما في محلها. هل كل الحركة الإسلامية عانت للمشاركة دي بنفس العين ولا دي أحمد عبد الرحمن بس؟ والله لحد كبير جدا، وده ساعد في أنه يقبل المصالحة. لا يعني يظن أنهم ما قبلوا المصالحة أمر واقع. يعني أنا أفتكر وجد داخلين. يعني الآن تبين لهم خاصة يعني بعد ما حدث ما حدث. يعني حصلت مدارسة. قراءتهم. بأنه العمل ذاك ما كان على الموافق. حصلت مدارسة، حصلت خلاصات جوا، لأنه برضو قصة خليل كله تم معارفة. تم وشعرنا بأنه والله ديك مرحلة نحن ما عايزين نكررها أبدا، وشعرنا بأنه نحن نحاول بقدر الإمكان السياسة عمل الممكن، والسياسة هي الاختيار الأفضل، لقينا الأفضل نميري، عشان كده نحن كنا ما بدينا المصالحة وما بدرنا بها، لكن كنا نحن العظم الظاهر في إنجاح استمرنا بها رغم ان المبادرين بها رفضوا وتخلوا عنا. هل تفتكر ان الوعي ده توفر لحظه انشغاق الاسلاميين وميلاد ما يسمى بحركه العدل والمساواه؟ هل الوعي ده كان متوفر؟ لا لا، شوف المرحله بتاعت انشغاق الاسلاميه دي مرحله اخرى لوحدها، بكل اسف فيها انكفاء كثير جدا على الذات وكذا وصراعات داخليه وما فيها الاحتبار الكبير بان الوطن ما في طيب. شقاق ثاني أن السلطة توفرت لهم، عشان كده الآن وأنا دائما من أصحاب الرأي بأنه ما كان في أي مبررات مقبولة ولا موضوعية للخلافة التامة. حقه نتوقف عن نموذج لسياسي سوداني، طالما جابنا الكلام عن العمل المسلح والاستعانة بالأجنبي، أنا أفتكر أنه نموذج السيد بابكر كرار وانت ربطتك به صله عامره يعني وطويله. بابكر كرار كان من السياسيين، انا اطلعت على المفكره الخاصه بتاعته وهو يكتب يوم 2 يوليو 76 يعني بمفاجاه شديده بما حدث. انا دا اسالك عن الواقع، موقف بابكر كرار رغم انه كان مع القذافي وكان مع الجبهه الوطنيه، موقفه من استخدام السلاح في العمل المسلح، عشان نخطه كنموذج يعني نموذج للسياسي السوداني، الرؤيه كان عنده واضحه في الوقت ذاك، ما احتاج كل السنوات دي عشان يجي يقول والله الخلاصات اللي وصلتوا لها انتم. هو شوف انا افتكر هذا الرجل يعني عدد كبير بكل اسف بيعرفه، لكن هو من القيادات الحقيقيه للحركه الوطنيه والاسلاميه في السودان. وبكل اسف مات مبكر جدا ومات صغير يعني، وكان يرجع منه كثير. انا بغلب انه كرار مفكر سياسي اكثر منه كادر حركي لا يغوى على الاستمرار في تنظيم واحد، لانه دائما هو ذهنه متغد ودايناميك جدا حركي، وربنا اداه بسطه في العلم وفي الجسم وكده شخصية يعني. وكان زي ما قلت عنده دور كبير جدا في ترسيخ الحركة الإسلامية في جامعة الخرطوم على وجه الخصوص وفي العمل الوطني عموما، كل المشاركات كان هو مشارك فيها، لكنه ما يقدر يستمر في تنظيم، عشان كده سرعان ما تخلى عن الحركة الإسلامية رغم أنه بداها، ودي يمكن ظاهر في الحركة الإسلامية دائما
قيادات الحركة الإسلامية هي اللي سبب الآخر بتبعد من المسرح. يعني كرر في أمريكا كرار والجسم زي ما هو ظل، وكذلك تكررت في رشيد الطاهر والجسم استمر، الآن تكررت في دكتور ترابي والجسم زي ما هو موجود. لكن هذا يعني هذا عرض الحديث وكذا. لكن بايك الكرار كان هو الرجل فعلا نقل الحركة الوطنية المعارضة من الخليج، بعد أن أصبح الخليج ليس هو المكان المناسب لمواصلة المواجهة النميري، خاصة بعد ضرب النميري الحزب الشيوعي، ما كان عنده تاني أي رغبة في استمرار مساعدة معارضة النميري، بل العكس، هون طالبوا بأن الناس يصالحوا النميري بوضوح. يعني كان بريد الكرار عنده اليد الطولة في إغناء رئيس الجماهيرية غزافي، بأن القوة التي هو غزافي عارضة هي القوة الحقيقية والقوة الضاربة في السودان، واستطاع فعلا أن ينتهي الأمر بلقاء في روما. حضروا السيد صادق المهدي وحضروا مسؤولين كبار من القيادة، قيادة الجماهيرية، ونحن من جانبنا من جدة طلبوا منا نيجوا اثنين، فمشى دكتور عمر الندايم وعثمان خالد حضر الموضوع ده. لكن احنا قبلهم كنا قبل نعرف انه مبادرات كرار وجهوده في هذا المجال، كنا اتصلنا بسفارة الليبية في جدة على اساس انه يعني نكشف ونوضح لهم النظام ده ونوضح لهم خطأ موقفهم. ففعلا تزامن ده مع الجهود اللي عملها كرار وكده، وانتهينا بانه كرار دخلنا على ليبيا، لانه كنا شاعرين بان السعوديه لم تعد المكان الممكن تتقبلنا فيه، وما في داعي نحن نكون ثقيلين نضغط عليها اكثر مما يجب. اضطرينا نغادرها. هي ابعدتكم كمان. يعني اضطرينا يعني بعد ما نحن مشوا معنا مشوارهم. لكن المهم انه جات ظروف كثيره جدا، احنا مغدرينها. اللي جاء في حلقه جاي. احنا مغدرينها فضينا مرانا وكذا مرانا. المهم انه احنا لما وصلنا في مواجهه النظام تطورت، مع انه ما في اصل وخيار غير هذا النظام، ما عنده اي مجال لتفاهمنا وللاحتوانا وللحوار معانا ولا كذا. فالنظام ما في طريق له غير انه مثلا هو اراد هذا، انه نحن فعلا نعيد بانه نواجهه بنفس المنطق بتاعه. لكن ما بيهر كان راي ثاني. في المرحله دي لما وصلنا لهذه المرحله بعد سنوات في ليبيا، كنا قاعدين في حته اسمها قرقاشي، غريه كده، ومجموعه من قاعده في قصر ولي العهد، واكرمونا يعني جدا. لكن المهم لما دخلنا في المرحله بتاعت التسليح الاستعداد لمواجهه النظام في السودان، اشتركوا مننا عدد كبير، وخاصة يعني الثقل الناس المشاركين كانوا من الأنصار، خاصة جو البعد ضرب يابا ما رجعوا أصلهم، كان في ديل يعني ساهلين قريبين لنا، وعدد من طلاب جامعة الخرطوم والجامعات الأخرى من الحركة الإسلامية، وقليل جدا من الاتحادين، المتحدين جماعة الشريف يعني. كانوا مجموعة بسيطة. جماعة الشريف هي مجموعة يعني من محبي الشريف ومن الناس الوطنيين يعني. قالوا هناك. نحن نعرف والليبيين يعرفوا انه كرار ملتزم بالعمل المدني. ويرفض رفض بات جدا استخدام القوه والعنف. عشان كده تقريبا عزل من مرحله الاعداد دي كلها لا يعلم، واللي هي دي كانت صعبه جدا. تعزل رجل بقامه كرار من عمل بيهدف للإصلاح وتغيير النظام. لذلك لما فوجئ جدا لما فشلت 76، وهو بادر بالاتصال بالليبيين على أساس أنه يفتكر دي الأمريكان. تكلم مع منو تحديدا؟ تكلم مع أبو بكر يونس. أبو بكر يونس كان هو على علاقة الوصل بينه. الرجل رحمه الله عليه، الرجل كان حب السودان كثير. وفي المعارضة كان لصيق بيني جدا. أكثر الناس لطيفة بينا جدا، وبيته مفتوح وصدره مفتوح ومكاتبه مفتحة،
وقالوا القائد العام جابوا مفتوح بقى يجيب مجوب كثير مفتحة. المهم أنه مش يا بابيك الكرات بيكلم فيه على أساس أنه الأمريكان عملوا في السودان كده وكده والمعمل ده كله تم 76 ده الأمريكان فقام قال لي والله يا بابكر يعني الذي يكون واضح معكم هنا والله بكل أسف دي نحن قال لي فكانت بالنسبة لي فجأة بأنه هو أول حاجة يكون بغامته وبقدرته وبمبادراته كلها لا يعرف إلى أن تمت الدخول محاولة دخول السودان. عبد الله زكريا كان عارف. أيوه عبد الله زكريا كان عارف. زكريا كان في الصورة. يمكن عملت فجوة كبيرة بين عبد الله زكريا و وبيك الكرار لأن عبد الله زكريا زي الابن المدلل لبيك الكرار. يمكن صفة كده. المهم أن طبعا كلموا قال له والله بيقول لي أسف دين نحن. فكانت ال أكيد شوف الوعي الوعي المبكر ده عنده. أنت أبو بيك أما قلت لي لا جدا هو أشبه بمفكر سياسي لا جدا جدا هو مفكر يعني زي الفيلم بتاع المسلسل مرات بتكون بدون أفكار عنده رؤى ودول ملتزم ملتزم بالحق وملتزم بالصدق وملتزم بحاجات كثيرة جدا اللي هو يعني السياسي العادي ما عنده لكن كنت قاعد تعاني كيف السياسي العادي ما عنده هو مفكر كنت بتعاني كيف وأثر علينا جدا لأنه هو راجل كان متقدم جدا ومشبع بالثقافة الغربية وفعلا درسنا الاشتراكيه الغربيه منه هو ما من الجامعه ولا من الفصول. طيب من الجلوس معه وكذلك كان معجب بالامام الغزالي درجه انه ابنه الاكبر الان سماه الغزالي وباسمه احياء علوم الدين. كان دائما انه يدرسنا ويعرض لنا افكار الامام الغزالي فيها. وانا افتكر هو فاقدي كبير جدا للسودان والعالم العربي. طيب انا بسالك ان شاء الله في الحلقه القادمه بكمل معك شويه عن بابك الكرار باعتبار انه يدخلني لانتمائك للحركه الاسلاميه جداً وبرضه حاسالك عن الشريف حسين وعلاقتك بالشريف حسين جداً. واسالك عن اجياء عن الرشيد الطاهر بك ومجموعه من الرموز الوطنيه السودانيه اللي انت اشتغلت معاها وعرفت عن قرب. انا بفتكر انه هذه يعني فرصه حتكون لعدد من الاخوان والسياسيين اللي بيعملوا خاصه في المراحل اللي في السودان لمعرفه شخصيات ينبغي معرفتها. انا شاكر لك وشاكر للساده المشاهدين ولمن يودون التواصل مع هذا البرنامج يمكنهم الرجوع الى